بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بتكلم عن زراعة الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء من المحاصيل الهامة جدا واللي بتزرع في فصل الشتاء في مصر وبتصدر إلى الدول الأوروبية، فمن أهم المحاصيل اللي هي بتتزرع داخل البيوت المحمية. احنا النهاردة بنزرعها في شهر 5 اهو، بس احنا طبعا بنختلف لان احنا عندنا بيوت مكيفة، فبنقدر ندي الفاصوليا الجو اللي هي بتتطلبه سواء من درجة حرارة او من رطوبة او خلاف ذلك، تمام؟ كذلك طبعا بيصعب زراعة الفاصوليا في الوقت ده هو خارج في الخارج، وبالتالي ممكن الأسعار بتاعتها بتكون كويسة شوية وبتقدر تغطي التكلفة العالية بتاعة الفاصوليا داخل البيوت المحمية، لأن الفاصوليا من المحاصيل الحساسة جدا 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 يا جماعة، بالنسبة للأمراض بتاعتها وبالنسبة للري بتاعها حساس وبالنسبة للتسميد بتاعها، يعني هي كلها مشاكل. ولكن أنا عايز حضرتك تركز معايا وتاخد بالك بحيث إن احنا نبدأ من الفيديو الاول لحد ما بنوصل للاخر. تجهيز الارض للزراعه زي ما حضرتك شايف كده اهوت، بعد ما حرتنا الارض وحطينا الخدمه بتاعتنا. الخدمه بتاعتنا يا جماعه ممكن تحط خدمه وممكن ما تحطش، يعني لو انت زرع مثلا محصول خيار وحاطط خدمه قبل كده وقضت 3 4 5 شهور ممكن تشيل وتزرع تحرت الارض عادي وما تحطش اي خدمه بتاعتك. على مستوى الخصوبه بتاعتك ممكن خصوبه الارض بتاعتك ممكن تشاور دماغك تحط خدمه او ما تحطش خدمه، هدية في ايديك انت او تحط خدمة معدنية وبلاش عضوية، على حسب ما حضرتك تشوف، تمام؟ انا برجح في الفاصوليا بصراحة ما احطش خدمة، خصوصا لو كانت الارض قديمة مزروعة كذا مرة، اما لو الارض جديدة طبعا لازم 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 احط خدمة. ما تنساش حتى لو مش هتحط خدمة ياريت تحط داب او تحط سوبر فوسفات. ليه يا جماعة داب او سوبر فوسفات؟ لان معروف ان المحاصيل اللي هي بتحتوي على الثمار بتاعها بتكون عبارة عن قرون بتحتاج لكمية عالية من الفوسفور، من الفوسفور زي الفول وزي اللوبيا وزي الفاصوليا وخلافه، تمام؟ فياريت نحط سوبر او لو حتى مش هحط اي خدمة ياريت نحط سوبر فوسفات او نحط الداب، ما فيش اي مشكلة خالص في البيوت بتاعتي باي كمية اللي تقدر عليها. انا مش يعني بعد كده هنتكلم في التسميد باستفاضة، ولكن بس عشان الناس بتشتكي دايما من طول الفيديو، تمام؟ فنقدر نحط داب او ماب، بنصلح الارض وبنسويها التسوية اللي حضرتك شايفها دهوت. وبنقول التسوية دهيت ليه؟ لان انا مش عايز اماكن منخفضة بحيث ان هي تعمل بقع للمية او بتحتوي على كمية كبيرة من المية وبالتالي بتعفن لي البذور بتاعتي، تمام؟ ببدأ ازرع افرد الشبكة بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده هوت. هي المفروض يا جماعة المصطبة متر ونص ويتحط عليها خرطومين بين النقاط والاخر 20 سنتي، ولكن اذا كانت الـ الشبكة مش كل شوية غيرها فانا اقدر اجمل لك القصة دي في حاجة، خرطومين برضو على المصطبة، المصطبة متر ونص، ولكن هبدأ اقول لو عندي النقاط 20 سنتي احط بزراية واحدة بس، لو نقاط 20 سنتي ببدأ هو تحت النقاط جنبه كده 3 سنتي وببدأ احط البزراية بتاعتي، تمام؟ طيب لو انا عندي النقاط 30 سنتي بحط 2، واحدة شايف ادا واحدة اهي وادا واحدة اهي، تمام؟ والتانية اهي، تمام؟ طيب لو انا عندي النقاط على 40 سنتي ركز في دي في الحلقة، ممكن تحط 3، 1 2 ادا 3 رجل غراب يعني، تمام يا جماعة؟ ادا 1 تمام، ادا 2 ادا 3 اهي البذرة، تمام؟ وابدأ اغطي مسة بسيطة خالص، وقلنا عقلة الصبع الاولانية خالص في الفاصوليا، وببدأ اسيب المية بتاعتي، بروي الارض رية كويسة بحيث تحت النقاط او منطقة الابتلال دي تكون عامة كل البذور اللي انا حطيتها، تمام؟ دي كانت عملية التجهيز بتاعت الارض للزراعة. وما تنساش حضرتك تجيب صنف فاصوليا محترم معترف به، الصنف ده هوت المرتا ده صنف كويس جدا، هو فرنساوي طبعا. برضو الاصناف انا بقول لحضرتك اللي موجود عندك مفيش اي مشكلة خالص، ازرع اي صنف، ولكن يشترط فيه ان هو يكون الكلايمينج بينا هو مكتوب عليه اللي هي البذور او الفاصوليا المتسلقة،
تمام. المنشأ بتاعه فرنسا. هو الكيلو فيه بيحتوي على من، انا حسبتها تقريبا بتحتوي على من 6.5 ل 7.5 ألف بذرة في الكيلو ده هو، تمام. الكيلو ده هو تقريبا يعني مش غالي قوي. في كل بلد بيوجد في اصناف، ما تتعبش نفسك ولازم تجيب من المهندس بيقول عليه، لا اي صنف طالما اكرمته هيكرمك وهيبقى زي الفل تمام التمام معاك. بالنسبه للفاصوليا الخضراء، ايه الفرق بينها وبين الفاصوليا الجافه؟ ما عندنا في الفاصوليا الخضراء بتستهلك قرون زي ده، هي زي ما انت شايف بتستهلك قرون خضراء. طب والجافه بتستهلك وهي بذور جافه اللي هي الوايت بين اللي هي عندنا في مصر اللي هي الجيزه 3 والجيزه 6 واللي هي بتتزرع في عروتين في السنه اللي هي خلال شهر فبراير وخلال شهر نوفمبر اللي هو شهر لا ممكن 9 و10 في المنوفية بيبدأوا يزرعوها، والغربية برضو بيزرعوا الفاصوليا بكثرة هناك، تمام. الفاصوليا مشاكلها كتير، فعشان كده لازم نركز مع بعض من الفيديو الاول لحد الاخر، بحيث ان شاء الله باذن الله تعالى نقدر نطلع في الاخر بمحصول كويس جدا 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 بعد ما زرعنا الارض. الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى هناخدها اسبوعيا، هنقول هنعمل ايه، وتحضروا من فضلكم ورقه وقلم وتاخد بالك من كل كلمة تتقال علشان تعرف تزرع فاصوليا وتبقى مهندس محترم وشاطر محدش يضحك عليك. الفاصوليا على فكرة المتسلقة دي لونها اسود، ولكن ديت اللي موجود عليها دي صبغات ومعاملة بمعاملات فطرية، يعني جاهزة معاملة بمادة الثرام اللي هي جاهزة ان هي تتزرع، ان هي جاهزة تتزرع من غير اي حاجة خالص. معلومة بسيطة بس عايز اقولها، معلش هطول شوية، بس في يا جماعة المحاصيل البقولية وخصوصا اي محصول بقول عموما، ان كان برسيم ولا ان كان فاصوليا او لوبيا او عدس او ترمس او كل دي محاصيل بقولية، المحاصيل البقولية يا جماعة بتستجيب اللي هي ربنا عمل فيها حط فيها قصة ان هي بتثبت الازوت الجوي من الهواء. احنا عارفين ان الهواء فيه نسبة عالية من الازوت، في بكتيريا بنجيبها بسموها الازوتوبكتر او العقدين، بنجيبها للفاصوليا وبنبدأ نحط على التقاوي اللي انت شايف فدهيت، بتحط عليها ميه بسكر، ميه بسكر شويه، ميه تعقد شويه سكر كده في كوبايه، وتبدا ترشهم على الفاصوليا وتجيب العقدين وتقلبوا فيها بحيث ان هو بتعمل لها عمليه التلقيح، التلقيح بتاع الفاصوليا، وبتبدا تزرعها بسرعه على طول، لان ما نحبش نعرضها للشمس المباشره بحيث ان هي ما تموتليش البكتيريا اللي هي موجوده على الحب. انت حطيت الميه بسكر ليه؟ عشان تلزق لك العقدين اساسا اللي انت حطيته، البكتيريا تلزقها لك على الحبايه بس، دي قصته. ممكن الصمغ، ممكن اي ماده، المهم اي ماده لزق يعني، وبحيث ان هي برضو ما تأثرش على الانبات او الجنين بتاع البذور بتاعت الفاصوليا. انا اتكلمت في عجالة جدا لان المعلومات كتيرة والدنيا كبيرة قوي، فارجو بس لو اي حد عنده اي مشكلة او اي سؤال يسألنا عليه، واحنا تحت امركم في اي وقت. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.